عمرو يحدث عن نفسه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد بدر في المدينة، يمكن أن يكون في العام الثالث من الهجرة بعد غزوة بدر قبل غزوة أحد. فقلت يا رسول الله يا عرفتني، فعرفه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه أوقات الصلاة، فكان ذلك من أول ما روى من العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الغريب أنه لما حدث بهذا الحديث، حديث أوقات الصلاة، ذكر أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم 7 مرات أو أكثر، فعلمه أوقات الصلاة أن إذا طلعت الشمس فأمسك، فإذا ارتفعت وزالت عنها الحمرة فصلي، فإذا توسطت كبد السماء فأمسك، فإذا زالت فصلي، فعلمه أوقات الصلاة ومع ذلك أعادها عليه حتى سمعها منه 7 مرات على الأقل، فاستقر في ذهنه هذا العلم. عمر رضي الله عنه يحدث هنا عن أمر شهده وحضره. قال جاء نعم قال رجل، لم يعرف هذا الرجل، ولكن الذي يظهر من السياق أنه ليس جبريل. فالسؤال وإن كان يتقاطع مع سؤال جبريل في بعض الأمور، ولكن لم يتفق معه في بقية السياق، فلذلك قال رجل يا رسول الله ما الإسلام؟ هنا سأل عن تعريف الإسلام، لأن ما اسم استفهام يستفهم به عن الحقائق، ولذلك جوابه الماهية، جواب ما الماهية، ولهذا استغرب فرعون جواب موسى عندما قال له وما ربك؟ قال وما ربك يا موسى؟ قال ما ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ففرعون في آية سورة الشعراء لما سأل موسى عليه السلام أجابه، لأنه يسأل ما ربك، معناه هو حجر أو شمس أو قمر أو هذا المعهود عندهم في الآلهة. فموسى عليه السلام أجابه جوابا غير مطابق لهذا السؤال، أجابه بما هو أولى وأهم، فلذلك استغرب فرعون ذلك، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. وموسى عليه السلام استمر في تعريف ربه بآلائه وعظم شأنه، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم تعقلون، فلم يجبه عن الماهية، لأن هذا ما يمكن الجواب عنه، فالله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو لطيف الخبير، فلا يمكن أن يعرف بتعريف الماهية، وإنما عرفه بما يعرف الله به. وما يعرف الله به 3 أقسام، إما بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وإما بآلائه وتدبيره وتصرفه وخلقه، وإما بوحيه وكلامه. فهذه 3 هي أوجه المعرفة التي يمكن أن يعرف الله بها، وموسى ذكر كل واحد منها في إقامة الحجة على فرعون. فهو سأله قال ما الإسلام؟ سأله عن الإسلام ما هو؟ والإسلام مصدر أسلم، فتأتي متعدية ولازمة، فمن تعديها قول الله تعالى أسلمت وجهي، إني أسلمت وجهي لله رب العالمين، أسلمت وجهي هذه متعدية، وجهي مفعول، ومن الإتيان بها لازمة قول الله تعالى وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، فعديت بالحرف فدل ذلك على لزومها. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف له الإسلام بحقيقته، فقال أن تسلم قلبك لله. الإسلام تعريفه الجامع أن تسلم قلبك لله،
وإسلام القلب لله معناه أن تنطلق من هذا الدين في كل أمورك، ففي تصوراتك وعلمك أنت منطلق من التسليم لله، وفي أفعالك وأقوالك أنت مستسلم لأمر الله، وفي أخلاقك وقيمك أنت مستسلم لأمر الله، فليس لك مرجع ولا مأخذ ولا مصدر إلا من قبل الله جل جلاله. ولذلك قال أن تسلم قلبك لله، والأصل أن تسلم كل شيء لله، أن تسلم قلبك وروحك وبدنك لله وعقلك لله، لكن القلب هو أخص هذه، فإذا سلم القلب وأسلم لله فإن كل الجوارح تابعة له لأنه سلطان الجوارح. ولهذا فإن القناعة تنطلق من القلب ثم يوزعها على الجوارح ثم بعد ذلك تكون عملا. وأهل العلم يذكرون من أدب التلاوة، أدب تلاوة القرآن، أن يكون القرآن باللسان والأذن عند اللسان والقلب عند الأذن، ثم يوزع القلب ذلك على الجوارح فينظر الإنسان إلى الأوامر، فإن كان ممتثلا فهي نعمة تستحق الشكر فيبادر إلى شكرها، وإن كان غير ممتثل فهي ذلك ذنب يقتضي التوبة فيبادر إلى التوبة ولا يؤخرها، وهكذا إن جاء نهي عرضه أيضا فإن كان مجتنبا فهذه نعمة تستحق الشكر فليبادر إلى شكرها وهو قيدها، وإن كان غير مجتنب فهذا ذنب يستحق التوبة فليبادر إلى التوبة ولا يؤخرها، وهكذا. لذلك قال أن تسلم قلبك لله، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. هذا من تمام الإسلام، أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، فهذا أيضا الإسلام مصدر، وهذا المصدر هو أصل الاشتقاق كما قال ابن مالك، وكونه أصلا لهذين انتخب، كونه أي المصدر أصلا لهذين أي الفعل والوصف انتخب معناه اختيرا، ولهذا المصدر يكون مما يشتق منه عدد من الأفعال، فجاء الإسلام إسلام القلب لله، وجاء السلام للناس، جاء السلام للمؤمنين، أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. فمن أسلم لله فالتزم بدين الله عقيدة وأخلاقا وسلوكا وعبادة وتشريعا، فهذا أسلم قلبه لله. لكن إذا لم يسلم المسلمون من لسانه ويده فإسلامه ناقص، ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فالمسلمون إخوان لكل مسلم، كل من أسلم قلبه لله فقد أصبح المسلمون جميعا إخوانا له، فلذلك عليه أن يسلم المسلمون من لسانه ويده، وهذا يشمل من مات من المسلمين في الماضي، ومن يعيش معك في الحال، ومن سيولد بعدك في المستقبل، فإن كثيرا من الناس لا يسلم منه من مات من الماضين، ولا يسلم منه أحد من معاصريه عرفه، ولا يسلم منه من يولد بعده، لأنه سيورثهم عداوات وشنآن ومشكلات. لكن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فلا يتطاول عليهم بلسانه، ولا يحمل غيبة ولا نميمة ولا كذبا ولا إفكا ولا هزأ ولا سخرية، ويسلم المسلمون أيضا من يده فلا يؤذيهم بأية أذية، سواء كانت بالمباشر أو بالتسبب. قال: فأي الإسلام أفضل؟ هذا الصحابي الجليل الرجل السائل فهم من جواب النبي صلى الله عليه وسلم عموم الإسلام، وأنه أمر واسع كبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أن تسلم قلبك لله، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، فهذا عنوان كبير يشمل ما وراءه من الأمور، فعرف الرجل أن الإسلام له شعب كثيرة جدا وأنه متسع، فلذلك احتاج إلى أن يسأل. فمن شأن العاقل الانتقاء، أنت إذا عرفت أن الإسلام كبير جدا وتعلم أنك لن تحيط بكل شعبه فاختر أفضله وابدأ بالأفضل فالأفضل،
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه عز وجل أنه قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فليبدأ الإنسان بكبريات الأمور وهي امتثال الفرائض واجتناب كبائر الإثم والفواحش، ثم بعد ذلك يصل إلى السنن والمندوبات واجتناب اللمم والمكروهات وخلاف الأولى، وبذلك يستكمل إسلامه. والإسلام من الشاق جدا أن يستكمله الإنسان في وقت واحد، لأنه يحتاج إلى علم وعمل، والعمل يحتاج إلى استقامة. فلذلك كان الإسلام أمرا يحتاج فيه الإنسان إلى وقت وجهد وجهاد حتى يكون مسلما حقا. فلهذا سأله فقال: فأي الإسلام أفضل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستنكر عليه ذلك، بل أقره عليه. فمن العقل ومقتضى الحكمة أن تبحث عن الأفضل والأكمل إذا كنت عاجزا عن الإحاطة بالجميع. قال: الإيمان. أفضل الإسلام الإيمان. فهذا الدين يشمل عمل القلب وعمل العقل وعمل الجوارح. فعمل القلب هو الإحسان، وهو متعلق بالعملين الآخرين، عمل البدني وعمل الروح، عمل يقصد العقل. عمل العقل هو الإيمان، وعمل البدن هو الإسلام. فكان الإحسان شاملا للإيمان والإسلام، فيكون الإنسان يحسن إيمانه ثم يحسن إسلامه. فلذلك قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فلذلك يكون الإحسان في الإيمان ثم يتعداه فيكون في الإسلام، ثم يتعدى ذلك فيكون في الأخلاق والقيم والسلوك. فإذا أحسن الإنسان اعتقاده، ثم أحسن عبادته، ثم أحسن معاملته، ثم أحسن أخلاقه وسلوكه مع الناس، استكمل هذه الشعب الكثيرة، وبذلك يكون قد دخل باب الإحسان. فلهذا قال له: الإيمان. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب المختصر الجامع النافع: فأفضل الإسلام الإيمان، معناه أن عمل القلب مقدم على عمل الجوارح، وأن جانب الاعتقاد أهم وأولى من جانب التطبيق، سواء كان ذلك في الأفعال أو في التروك، فجانب الاعتقاد مقدم على كل ذلك، لأن اعتقادا واحدا يبطل ما سبق من الأعمال، كما قال الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والهباء المنثور لا يقدر الإنسان منه على شيء، يراه في الجو في الأفق فيرى الأفق أحمر وهو غير أحمر، إنما فيه هباء من الغبار، هل يستطيع أن يجمع ذراته؟ تكون أعماله كذرات الهباء منطلقة في الفضاء وفي الأفق، فلا يقدر منها على شيء، لو أراد أن يمسك شيئا لم يمسك أي شيء. فلذلك كان الإيمان العقدي مقدما على الجانب العملي. قال: وما الإيمان؟ فالرجل أيضا لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم من قبل له الإسلام أراد أن يعرف الإيمان أيضا، وهذا هو ترتيب أسئلة جبريل أيضا في الحديث السابق في رواية عمر، فإن جبريل سأل أولا عن الإسلام ثم عن الإيمان، بخلاف ما ذكرنا في رواية أبي هريرة فإنه سأل أولا عن الإيمان ثم عن الإسلام. فهنا سأل قال: وما الإيمان؟ فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان، فقال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت.
المقصود هنا بهذه الأفعال أن المقدرة التي تؤول مع صلتها بالمصدر، لأن الإيمان اسم فيعرف بالأسماء وهو هنا عرفه بأفعال، لكن هذه الأفعال قدرت معها أن تؤمن، معناه أن تؤمن، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، وأن تقدر مع صلتها بالمصدر، أن تؤمن معناها إيمانك، فيكون معنى هذا الإيمان هو إيمانك بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. وبهذا يفسر الاسم بالاسم. وإذا حذفت أن فيجوز بقاء الفعل منصوبا ويجوز رفعه، وهو هنا في الرواية جاء مرفوعا تؤمن بالله، لكن اللغة تجيز نصبه كما في المثل العربي تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، تسمع بالمعيدي معناه أن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، ولذلك تسمع بالمعيدي هذا مبتدأ، لأن أن وما بعدها يقدر بالمصدر، معناه أن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. تؤمن بالله، هذا الإيمان بالله جل جلاله، وقد سبق تعريف ذلك وأنواعه، وملائكته، هذا الإيمان بملائكة الله، وقد سبق تعريف الملائكة وأن الأصل أن واحدهم مألك وهو الرسول أو الرسالة، يطلق على الرسالة وعلى حاملها وناقلها، وذكرنا الإيمان بالملائكة أنه يشمل الإيمان بهم إجمالا والإيمان تفصيلا بمن سمي منهم، ومن ذلك المقربون الذين سموا في القرآن أو في صحيح السنة. ثم بعد ذلك قال وكتبه، وكتبه جمع كتاب، وهي كل كتب الله سبحانه وتعالى التي أنزل من كلامه على الناس، فمنها ما يجب الإيمان به إجمالا كما لم نعرفه مما أنزل على أنبياء الله، فرسل الله كل منهم جعل الله له شرعة ومنهاجا، كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولا يكون ذلك إلا بالكتب المنزلة إليهم. والذي عرفناه تفصيلا من ذلك الإيمان بالقرآن وبالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، فهذه بينها الله تفصيلا في القرآن، والإيمان بها مقتض للإيمان بحقيقتها، أي بأنها من كلام الله ورسالاته إلى الناس، والإيمان بمقتضياتها معناه كل ما تضمنته أنه حق، فلا يكفي الإيمان أن تؤمن بالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور فقط، بل لا بد أن تصدق بكل ما جاء في القرآن وبكل ما جاء في التوراة التي أنزلت على موسى، وبكل ما أنزل في الإنجيل الذي أنزل على عيسى، وبكل ما أنزل في الزبور الذي أنزل على داود. وقد نسخت الكتب السابقة بهذا القرآن وبدلت، فما يوجد اليوم بأيدي أصحاب هذه الملل ليس فيه شيء من الوحي المنزل في أصل التوراة والإنجيل والزبور، فهم خلطوا ذلك خلطا وبدلوا وغيروا، وكانوا يزعمون أن ما يكتبونه من عند الله، وقد كذبهم الله فقال وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وقد قال ابن حزم رحمه الله لم يبقى بأيدي النصارى من الإنجيل المنزل على عيسى إلا حكم واحد، وهو تحريم تعدد الزوجات، لم يبقى عند النصارى من كل الشريعة التي أنزلت على المسيح ابن مريم إلا حكم واحد. ومن حكمة الله في ذلك أن البشرية خلقها الله أطوارا، هو خلقكم أطوارا، وهذه الأطوار تمر بها البشرية، وكلما مرت بطور احتاجت إلى تشريع مناسب لذلك الطور، فإذا تعدته احتاجت إلى تشريع آخر. ففي عهد أبينا آدم كانت البشرية أسرة واحدة، فأحل في ذلك الطور الزواج بالأخوات، أخوات الإنسان إذا لم يتزوج بهن أبناء آدم فبمن يتزوجون؟ فلذلك كان ذلك من مقتضيات ذلك الطور، فلما تعدى ذلك الطور حرم الزواج بالأخوات، ولكن بقي الزواج بالعمات والخالات
ثم تعدت البشرية ذلك الطور فحرم ذلك بالكلية. وهكذا فلما وصلت البشرية إلى تمام تطورها وتمام ملكتها وتمام نعم الله عليها أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الدين الذي كان كل الأديان إعدادا له، وهو الدين عند الله كما قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. فلو بقيت تلك الكتب غير محرفة ولا مبدلة للبست على الناس لأنهم يؤمنون بأنها حق وصدق، لكنها لم تعد صالحة للتطبيق الآن، فلذلك لم يتولى الله حفظها بنفسه، وإنما تولى حفظ هذا القرآن بنفسه ووكل حفظ الكتب السابقة إلى أهلها من العلماء بها. ولذلك قال في ذكر التوراة يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. أما هذا القرآن فقال فيه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، تولى الله حفظه بنفسه. فإذا نزل المسيح ابن مريم عليه السلام لا يجد شيئا من الإنجيل الذي أنزل عليه موجودا الآن في أيدي الناس، وإنما يحكم المسيح ابن مريم بالقرآن والسنة لأن الله تعهد بأن يعلمه ذلك، فقال لأمه مريم عليه السلام ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل، يعلمه هذا وعد من الله وفعل مضارع يقتضي الاستقبال، معناه سيعلم الله المسيح ابن مريم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، والعطف يقتضي المغايرة، فعلم أن الكتاب هو القرآن وأن الحكمة هي السنة النبوية والتوراة والإنجيل عطفا على ذلك، وقد علمه التوراة والإنجيل فيما مضى، ولكن في نزوله سيعلمه الله القرآن والسنة، وحينئذ يغنينا عن كثير من البحث. نحن الآن نبحث في هذا الحديث هل هو صحيح أو ضعيف، هل هو منسوخ أو محكم، هل هو معارض أو لا. لما يأتي المسيح ابن مريم سيتوقف هذا البحث، تنتهي وظيفتنا في بحث الأسانيد والعلل ودراسة الأسانيد واتصالها وما يتعلق بالنسخ والإحكام، لأن المسيح ابن مريم علمه الله الكتاب والحكمة فتعلم السنة كما هي كما تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها وطبقها، فلا يكون لدينا إشكال حينئذ في تصحيح الأحاديث، علمها الله المسيح ابن مريم فانتهى الأمر. ورسله كذلك الإيمان برسل الله، والرسل جمع رسول وقد سبق تعريفهم، وذكرنا أن الرسول يطلق أيضا على الرسالة وعلى حاملها، ومن ذلك قول الشاعر لقد كذب الواشون ما بحت عندهم بليلى وما أرسلتهم برسولي أي برسالتي. ورسل الله قسمان، رسل من البشر ورسل من الملائكة، كما قال الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهم من هذين الصنفين فقط، ولا رسل في الأصناف الأخرى، رسل فقط من الملائكة ومن الناس. فالرسل من الناس منهم من يجب الإيمان به تفصيلا، وهم الذين سماهم الله بكتابه، وقد أجمع على 25 ذكروا في القرآن بأسمائهم، واختلف في مجموعة أخرى ذكرت أسماؤها في القرآن هل تعد أيضا من الرسل كعزير ولقمان ومريم ابنة عمران، فهؤلاء اختلف هل هم من رسل الله أم لا. وقد قال السيوطي رحمه الله في الكوكب الساطع واختلفت في خضر أهل النقول قيل نبي أو ولي أو رسول لقمان ذي القرنين حواء مريم، والوقف في الجميع رأي المعظم. وبعضهم يفصل فيقول من كان من الرجال كذي القرنين ولقمان وعزير ممن ذكر اسمه في القرآن فيكون من الرسل، وأما النساء ولم يذكر اسم مرأة بالتصريح في القرآن إلا مريم ابنة عمران فقد ذكرت في القرآن 30 مرة باسمها الصريح، لكن لم يذكر أي اسم أنثى غيرها غير مريم ابنة عمران. حواء لم تذكر في القرآن باسمها ولكن وصفت، وكذلك من سواها من النساء يوصفن فقط كأم موسى وأخته. فالذين يرون أن الرسالة مختصة بالرجال يستدلون بقول الله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى،
فيقولون هذا الوحي مختص بالرجال لأنه قال ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. والذين لا يرون ذلك يجيبون عن هذه الآية بأن المقصود بالرجال هنا المخاطبون الذين نزل إليهم، فكان ذلك على وجه التغليب. والتغليب أن يكون الأنواع التي تشترك يغلب أحدها فيطلق على باقيها، وهذا التغليب دائما في الجزئيات. تقول 100 رأس من الغنم، والرأس عضو واحد من الشاة ولكن غلب على بقيتها. وتقول تحرير رقبة منها، الرقبة عضو واحد من الإنسان ولكنه غلب على سائر الإنسان فسمي الإنسان رقبة. فهذا النوع يسمى التغليب. والتغليب أغلب استعماله لدى أهل اللغة يكون في التثنية والجمع ولا يكون في الإفراد، هذا الغالب. فيقولون القمران للشمس والقمر، ويغلب القمر لأنه المذكر. ويقولون العمران لأبي بكر وعمر، ويغلب عمر لأن اسمه غير مركب وأبو بكر اسمه مركب أبو بكر، وهكذا. فالتركيب أغلبه في التثنية أو الجمع. ولهذا كل مركب فإنه لا يثنى، وإنما يثنى أول المركب تركيبا إضافيا، يقال أبوا بكر إذا كان لدينا شخصان كل واحد منهما اسمه أبو بكر نقول أبوا بكر، ولكن لا يثنى ولا يجمع كما قال المختار النبوي رحمه الله: وثنم التركيب والبناء عدم، ومن تخالف والاستغناء سلم، ولم يكن مثنى وجمعا وضع على الذي لم يكن في الفرد سمع. والبعث بعد الموت كذلك، الإيمان بهذا الركن الذي هو البعث بعد الموت. والبعث بعد الموت الإيمان به مقتضي الإيمان باليوم الآخر وما اشتمل عليه جميعا. لذلك كانت عقيدة البعث عقيدة مركزية في الإيمان لدى كل الشرائع السماوية، فقد جاء في القرآن 767 آية تثبت الإيمان تثبت البعث بعد الموت، 767 آية في إثبات البعث بعد الموت، وذلك لأنه هو الذي يترتب عليه قضية الحساب والجزاء والثواب والعقاب، كل ذلك يترتب على البعث بعد الموت. فكان الإيمان باليوم الآخر هنا داخلا في الإيمان بالبعث بعد الموت، وبقي الإيمان بالقدر خيره وشره وهو داخل في الإيمان بالكتب، لأن الكتب التي أنزل الله منها القرآن وفيه ذكر القدر، وكذلك داخل في الإيمان بالله لأن القدر قدره سبحانه وتعالى، فهو داخل في علمه وعلم الله صفته سبحانه وتعالى. قال: فأي الإيمان أفضل؟ يبدو أن هذا الرجل فقيه وعاقل متدبر، فإنه سأله عن الإسلام أيه أفضل فذكر أنه الإيمان، فسأله عن تعريف الإيمان، ثم سأله بعد ذلك عن درجات الإيمان، لأنه عرف أن الإيمان إذا كان بهذا هذه السعة وهذا الشمول، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، هذا أمر عظيم، فيحتاج إلى تفصيل فيه، أن يكون يعرف أن أهل الإيمان قطعا ليسوا درجة واحدة في الإيمان وأنهم سيتفاوتون فيه، فهو يبحث عما يزيد إيمانه ويقويه. فلذلك سأله فقال: فأي الإيمان أفضل؟ قال: الهجرة. هنا من المعلوم أن الإيمان الذي سبق تعريفه والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت يقتضي العمل، فالعمل كله داخل في مقتضى الإيمان هنا، فيشمل ذلك العبادات والطاعات جميعا، ويشمل أيضا اجتناب النواهي جميعا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اختار له ما هو أولى به في ذلك الزمان، فإن أقوى شيء يقوي الإيمان ويثبت عليه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم هو الهجرة إليه صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه.
فلو أن اللسان أسلم ولكن بقي خارج المدينة لم يأتي مهاجرا إلى الله ورسوله ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، ما ظنكم كيف يكون إيمانه؟ سيكون ناقصا لا محالة، كالأعراب الذين لم يهاجروا وبقي فيهم كثير من الكفر والنفاق والتردد، تارة يقول أسلمت وتارة يقول يرتد وتارة يقول إنه رجع مرة أخرى. ولهذا اختلف في بعضهم هل يعد من الصحابة أم لا، كعيينة بن حصن الفزاري وهو سيد بني فزارة وآباؤه وأجداده كذلك، فأبوه حصن بن حذيفة بن بدر وكان حذيفة يلقب بربي مضرة، وعم أبيه حمل بن بدر الذي تعرفون ما قال فيه قاتله قيس بن زهير بن جذيمة العبسي يقول تعلم أن خير الناس ميت على جفر الهباءة لا يريم، ولولا ظلمه لا أقمت أبكي عليه الدهر ما طلع النجوم، ولكن الفتى حمل ابن بدر بغى والبغي مرتعه وخيم. وهذا البيت بيت عز وشرف. أبوه حصن بن حذيفة والذي يقول به زهير بن أبي سلمى، وأبيض فياض يداه غمامة على معتفيه ما تغب نوافله، غدوت عليه بكرة فوجدته جلوسا لديه بالصريم عواذله، يبكينه يفدينه طورا وطورا يلومنه وأعيا فما يدرين أين مقاتله. فوصفه بأوصاف جميلة جدا. لكن عيينة تارة يسلم وتارة يرتد وتارة يسلم وتارة يرتد، وقد شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة وغزوة حنين والطائف، ولكنه لم يثبت على شيء، فلذلك لم تردد الناس في عده في الصحابة. وغيره كثير من الأعراب الذين أنزل الله بهم، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. وسبب ذلك أنهم لم يزدد إيمانهم بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، فبمجرد النظر في وجهه صلى الله عليه وسلم يزداد الإنسان إيمانا، وبمجرد دعوة منه يثبت الإيمان في قلب الإنسان، وبمجرد الصدق معه في بيعته تحل السكينة في القلوب كما حصل لأهل بيعة الرضوان. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. فلذلك كان أقوى ما يقوي الإيمان في العهد النبوي هو الهجرة إلى الله ورسوله، فيكون الإنسان مع النبي صلى الله عليه وسلم فيراه ويسمع قوله الشريف ويؤمن به ويزداد إيمانا ويزداد علما بكل ما ينزل عليه. فلذلك اختار له النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان لما سأل عنه في ذلك الزمان هو الهجرة، قال الهجرة. وليس عدم الهجرة منافيا للإيمان، بل إن الله أقر عددا من الناس أسلموا ولم يهاجروا، ومنهم سيدنا أصحمة النجاشي أسلم ولم يهاجر، ومن الصالحين الذين أسلموا ولم يهاجروا في العهد النبوي سيد التابعين وأفضلهم وهو أويس القرني، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لعمر بن الخطاب أنه يقدم عليكم أويس القرني في أمداد اليمن من مراد، وهو رجل كان به وضح فشفاه الله إلا موضع إصبع له أم هو بها بر، فمن لقيه منكم فليسأله أن يستغفر له. أويس القرني بره بأمه كما قال البدوي في الأنساب، وبره بأمه منعه من صحبة إذ لا تزال معه، فلا منافاة بين ذلك. ولهذا قال الله تعالى ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله برحمته. لكن الأغلب والأكثر أن من آمن واستطاع الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصل إليه ولم يجالسه ولم يشارك في إقامة هذا الدين وإقامة هذه الدولة سيبقى إيمانه ناقصا. ولهذا قال الله تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا
ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. وهذه الهجرة ختمت بفتح مكة، ولذلك لما فتح الله مكة على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. والهجرة فاز بها أقوام، فهي أول ما يوصف به أهل الإيمان، فأهل الإيمان الذين قسم الله بينهم الفئة في سورة الحشر جعلهم ثلاثة أقسام: أول قسم هم المهاجرون، والقسم الثاني هم الأنصار، والقسم الثالث هم الذين جاءوا من بعدهم. فقد قال الله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم ذكر الأنصار فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم ذكر القسم الثالث فقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقد ركز النبي صلى الله عليه وسلم هذا التقسيم في حجة الوداع، فإنه لما اختط مسجد الخيف بمنى جعل مقدمته للمهاجرين والأنصار، وجعل وسطه لمسلمة الفتح، وجعل مؤخرته للأعراب، فرتب الناس ليعرفوا مكان الفضل فيهم، فلا ينازع المهاجرين والأنصار ما اختصهم الله به من الفضل والقيادة، ثم الذين يلونهم مسلمة الفتح من أهل مكة، ثم آخر المسجد جعله إلى أعراب. لكن الرجل أراد أن يستوعب أيضا، عرف أن الهجرة أمر عظيم، وأنها تشمل الهجرة بنفسه إلى الله ورسوله وتشمل غير ذلك، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما الهجرة؟ قال: تهجر السوء، معناه أن تهجر السوء، والسوء يشمل الشرك، وهذا بأن يهجره ببدنه وقلبه وعقله، فيقتضي ذلك منه انتقالا من دار الكفر إلى دار الإسلام، وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين حتى لا تتراءى ناراهما، حتى لا تتراءى ناراهما، نار المسلم ونار المشرك. وهذا محله عند الانفراد، كمن أسلم اليوم في دار ليس فيها مسلم سواه، فيجب عليه أن يهاجر منها حتى يتعلم أمر دينه، لأنه لو مات مات بين المشركين بين الكفار. لكن إذا أسلم الإنسان في بلد ولو كان غالب أهله من الكفار وفيه مسلمون وفيه مركز إسلامي ومسجد، لا تجب عليه الهجرة. وحتى لو غلب الكفار على بلد واحتلوه فلا يجب على أهله من المسلمين الهجرة عنه. وهذا الأمر لا بد من استيعابه، لأن الناس اختلفوا فيه عندما سقطت الأندلس، فاحتلها الإسبانيون وأقاموا محاكم التفتيش للمسلمين واليهود، وكانوا يقتلون كل من قامت علامة أو أمارة أنه مسلم أو يهودي. فألف عدد من المؤلفين في وجوب الهجرة وحرمة البقاء تحت حكم النصارى، ومن ذلك تأليف الونشريسي رحمه الله، ومن أئمة المالكية، وهو مؤلف كتاب المعيار المعرب عن فتاوى الإفريقية والأندلس والمغرب، هو كتاب كبير في الفتاوى المذهب المالكي، ألف كتابا سماه تنوير البصائر في حكم من غلب النصارى على وطنه ولم يهاجر. ولما احتل الفرنسيون الجزائر سنة 1830 أفتى مفتي تونس ذاك، وهو الشيخ محمد النيفر رحمة الله عليه، بجرحة شهود وقضاة الجزائر
لأنه رأى أنهم تجب عليهم الهجرة ولم يهاجروا. ثم بعد هذا بخمسين سنة احتلت تونس ولم يستطع أهلها الهجرة، فلو طبقت الفتوى عليهم لكان ذلك عنة وحرجا. فلهذا الذي نفهمه أن الهجرة لا تجب على المسلم إذا كان معه مسلمون، بل عليهم أن يحافظوا على وطنهم وأرضهم. والذين أفتوا في زماننا بوجوب الهجرة على أهل فلسطين هم مخطئون فيما أفتوا به، لأن ذلك مقتضي لتعطيل أرض من أرض المسلمين وتسليمها إلى العدو، وبالأخص أرض المقدسات. فلذلك كل مكان فيه أسلم فيه عدد من المسلمين عليهم أن يتخذوه دار إسلام. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح رواية عن الماوردي رحمه الله، والماوردي ذكر ذلك في الحاوي الكبير، أن كل أرض قدر المسلم فيها على إقامة شعائر دينه فهي دار إسلام، أي في حقه هو. نعم، قد تجب الهجرة على شخص معين أو على أسرة معينة، فمن خاف الردة أو خاف على أولاده أو أهله الفتنة وجب عليه أن ينقذهم فيخرجهم، لكن هذا حكم خاص وليس حكما عاما على أهل بلد. ولذلك من لطف الله أنه لم يوجب الهجرة الجماعية، فلو وقعت لما وجدنا أي مكان يستوعب هذه الملايين البشرية، ولما وجدنا أيضا دولة تقبل استيعابها، بل الناس الآن يخرجون الفرد ويضايقون الأفراد الذين حرموا من أوطانهم وأخرجوا تحت الإكراه. فالآن كثير من الذين أخرجوا من بعض البلاد الإسلامية لا يجدون جواز سفر يسافرون به، ولا يستطيعون عمل إقامة في أي بلد من بلاد العالم، فهم ضيقوا في وطنهم وأخرجوا منه، ثم ضيقوا في الأوطان الأخرى التي هاجروا إليها، مع أن الأصل أن البلاد كلها بلاد المسلمين، وأن المسلم حيثما نزل فقد نزل في وطنه وبلده، ويكون تابعا للإمام الذي في ذلك البلد، وتكون طاعته للإمام الذي نزل في أرضه، ويكون من رعاياه ومن مواطنيه، وله كامل الحقوق في البلد الذي ارتحل إليه. فهذا هو الأصل في أحكام الدين الإسلامي. لكن مع اختلاف التطبيق عن الحكم الشرعي، الحمد لله لم يوجب الله الهجرة على الجميع. أوجب الله الهجرة على شباب أهل مكة القادرين عليها، فبقي منهم ثلاثة لم يستجيبوا لوجوب الهجرة، فأماتهم الله على الكفر نعوذ بالله. و قد حدثنا الله بقصتهم في سورة النساء، فقال: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وعذر الله المستضعفين الذين لا يستطيعون الهجرة، فقال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. لما عرف أن الهجرة إذن شأن كبير سأل عنها، فقال: فأي الهجرة أفضل؟ أي الهجرة التي هي كبيرة وهي أن تهجر السوء، والسوء يشمل الشرك والفسوق والعصيان والكبائر الإثم والفواحش واللمم، ويشمل كل سوء من الأخلاق وكل سوء من الظلم وكل سوء من كل، أن تهجر ذلك حتى الأفراد من السوء، فمن كان سيئا فهو من السوء فيهجره الإنسان. لما عرف كبر الهجرة سأل أيضا عن أفضلها، قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: الجهاد. بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم أن الهجرة نعم أن تهجر هذا الشخص لقبح دينه، هذا أدنى المقامات، أن تهجره ولا تأتيه ولا تجالسه ولا تواكله ولا تصاحبه، هذا أدنى المستويات. لكن أعلى المستويات أن تقاتله على دينه
فلذلك بين له أعلى الهجرة وهو الجهاد في سبيل الله. فأدنى الهجرة هو عدم المجالسة والمواكلة والمشاربة والمخالة والمخالطة، وهذا الذي أوجبه الله في قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن الرجل كان يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وقعيده وشريبه، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم على بعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ثم قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنه. فلذلك عرف له النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الهجرة بأنه الجهاد. والجهاد اسم مصدر جاهد مجاهدة، ويمكن أن يكون مصدرا أيضا لأن فاعلة يأتي مصدرها فعال أو مفاعلة، فإذا كانت من جهدة تكون اسم مصدر قطعا، وجهد معناه بذل جهده. والجهاد هو بذل الجهد لإعلاء كلمة الله، وهذا الجهد يختلف باختلاف الناس، من الناس من جهده في بدنه وماله ولسانه، ومنهم من جهده فقط في ماله، ومنهم من جهده فقط في قلبه ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، لكن هذا هو المقدور عليه. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن الجهاد 14 درجة: 4 منها لجهاد النفس، و2 لجهاد الشيطان، و4 لجهاد المنافقين، و4 لجهاد الكافرين. فأربع لجهاد النفس هي جهادها على تعلم ما أمر الله به، ثم جهادها على العمل بما تعلمته، ثم جهادها على الدعوة إلى ما تعلمته وعملت به، ثم جهادها على الصبر على طريق الحق حتى تلقى الله. وجهاد الشيطان 2 درجة: هما جهاده فيما يلقيه من الشبهات، وجهاده فيما يلقيه من الشهوات. وجهاده في الشبهات لا يكون إلا باليقين، وجهاده في الشهوات لا يكون إلا بالصبر. ولذلك عندما يجمع الإنسان الصبر واليقين نال الإمامة في الدين، كما قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. حين جمعوا بين الصبر واليقين نالوا الإمامة في الدين. وجهاد المنافقين يكون بالقلب وباللسان وباليد وبالمال، وجهاد الكفار يكون بالقلب وباللسان وباليد وبالمال. هذه 14 درجة. فلذلك قال له أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم، هذا هو تعريف الجهاد، أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم، هذا أعلى الدرجات 14. الجهاد أوله أن تجاهد نفسك على التعلم، ثم على العمل، ثم على الدعوة، ثم على الصبر، ثم بعد ذلك أن تجاهد شيطانك بما يلقيه فيما يلقيه من الشهوات وفيما يلقيه من الشبهات، ثم أن تجاهد المنافقين بتغيير المنكر بالقلب واللسان واليد والمال، ثم بعد ذلك جهاد الكفار بالقلب واللسان واليد وعلى ذلك والمال، وعلى ذلك الجهاد بالمال والبدن. فالجهاد بالمال والبدن شريكان، وهما أعلى الذروة، ذروة السنام في الجهاد. ولهذا
عندما ذكر الله الجهاد بالنفس والمال في آية البيعة بدأ بالجهاد في النفس بالنفس، لكن فيما سوى ذلك من القرآن يبدأ بالجهاد بالمال. ففي البيعة يقول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فبدأ بالأنفس ثم بالأموال. وفيما سوى ذلك من المواضع يبدأ بالمال قبل النفس، كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وكما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، فبدأ بالمال. أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم، هنا شرط ذلك، ليس المقصود أن تقاتل الكفار مطلقا، فليس كل كافر يلزم قتاله، وليس كل قتال الكفار جهادا، بل لا بد أن يكون ذلك إذا لقيتهم. وإذا لقيتهم هذا يشمل لقاءين: اللقاء الأول هو أن يعتدي الكفار على المسلمين وأن يغزوا بلاد المسلمين كحال اليهود الآن في فلسطين، فهذا قطعا جهاد لا ريب فيه ولا إشكال، لأن هؤلاء الذين يحتلون بلاد المسلمين بلاد فلسطين هم من شذاذ الآفاق، قد اجتمعوا من مختلف البلدان، لا علاقة لهم بهذا البلد ولا تاريخ لهم فيه، ولا ليس لهم فيه أب ولا أم ولا جد ولا جدة ولا لهم به علاقة، فهم غزاة محتلون، فهؤلاء قطعا جهادهم لا ريب فيه أنه جهاد دفع. وكثير من الناس الآن يخطئ فيظن أن أهل غزة هم الذين بدأوا الجهاد يوم 7 أكتوبر، وهذا غلط، فغزة كانت محتلة واحتلت قبلها فلسطين كلها من سنة 1947، ثم 48 النكبة، ثم بعد ذلك توالى الاحتلال. فلذلك هذا جهاد لا ريب فيه ولا إشكال. ثم بعد ذلك الجهاد الثاني هو جهاد الطلب، وهو الجهاد لنشر هذه الدعوة. إذا وقف ملك من الملوك دون انتشار هذه الدعوة في بلد من البلدان ومنع من ذلك، فإنه يقاتل على ذلك حتى يخلي بين الناس وبين حكم ربهم، فالناس من حقهم أن ينالوا حظهم من عدل الله جل جلاله، وعدل الله هو هذا الوحي، هذا القرآن، هذه الشريعة، هذا الدين. فلذلك يجاهد من منع هذه الدعوة ووقف في وجهها، وهذا هو جهاد الطلب. فلذلك قال: أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم، شرط ذلك باللقاء، واللقاء المقصود به أحد هذين الأمرين، إما جهاد الطلب وإما جهاد الدفع، جهاد الدفع أولا ثم جهاد الطلب. قال: فأي الجهاد أفضل؟ عرف أن الجهاد أيضا أمر عظيم وأنه لا يستطيع أن يحيط به جميعا، فأراد أن ينتقي ويختار منه، فقال: فأي الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده وأهريق دمه. هنا اختلف الجواب النبوي في الأسلوب في التركيب. في الأجوبة الماضية كان الجواب عن الأفضل دائما يأتي بصيغة فعل، وذلك أن التكليف متعلق بالأفعال، ولهذا عند الأصوليين إذا تعلق الحكم بذات فيكون ذلك على تقدير مقتضى، والمقتضى هو المحذوف الذي لا يستقيم الكلام دونه، مثل قول الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، المقصود نكاح أمهاتكم، ليس المقصود مصافحة ولا بر أمهاتكم، كذلك حرمت عليكم الميتة، المقصود أكلها، وهكذا. فالأحكام الشرعية إذا تعلقت بالذوات فهي من قبيل المقتضى المحذوف. فهنا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بالاسم لا بالفعل، فقال: من عقر، معناه أفضل الجهاد جهاد من عقر، فثم مضاف محذوف وهو جهاد من عقر، وهذا أسلوب قرآني معروف، مثل قول الله تعالى: ولكن البر من آمن بالله، معناه ولكن البر بر من آمن بالله، فهو من أساليب القرآن. وكذلك هو معروف في الحديث كقول النبي صلى الله عليه وسلم:
ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فهذا الجواب بالاسم من الأساليب النبوية كما أنه من أساليب القرآن. من عقر جواده وأهري قدمه، معناه فقد ماله وبدنه. عقر جواده، هذا الأصل، ما الجواد يمثل شرف الإنسان وعزه، كما قال أبو الطيب المتنبي: أعز مكان في الدنيا سرج سابح وخير جليس في الزمان كتاب. فإذا عقر جواده أي قتل، والأصل في العقر معناه أن يقتل من غير مقتل، من غير المذبح والمنحر. ولذلك الفقهاء يذكرون أن الزكاة أربعة أقسام، هي الذبح والنحر والعقر وما يموت به نحو الجراد. هذه أربعة أقسام: الذبح والنحر والعقر وما يموت به نحو الجراد. فالعقر هو لكل ناد، والناد معناه ما ليس داخلا تحت اليد كالغزال ونحو ذلك، فإن زكاته برميه، فلو قدرت عليه لما كان الرمي جائزا في حق، بل حينئذ تكون زكاته بالذبح. لذلك قال: من عقر جواده، وذلك مقتضي لفقد كل ماله في الجهة. وأهري قدمه، أصل الكلام أهري قدمه لأنها من الإراقة، ولكن الهمزة هنا لا تثبت لأن لدينا همزتين. أوري قدمه صعب النطق بهمزتين في مثل هذا النوع، وقد قال ابن بري رحمه الله: والهمز في النطق به تكله، فسهلوه تارة وحذفوه وأبدلوه حرف مد محضا ونقلوه للسكون رفضا. لكن من العرب من يبدل الهمزة هاء لسهولة النطق بذلك، كقول عنترة: لهنك من عبسية لوسيمة على كذبا على على هنوات كاذب من يقولها. وقول الآخر: ألا يا سنا برق على قلل الحمال لهنك من برق علي كريم. لهنك إلى إنك. فكذلك هنا قيل أهري قدمه، ويجوز تحريك الهاء، يقال أهري قدمه، وهذه من الغاز في التصريف. يقول جدي الددو رحمة الله عليه: قل للذي علم اللغة من طبعه ما وزن أهراق وأسطاعه. فوزن أهراق أهفعل، وكذلك إسطاع إسفعل، وعه عي وزنها عي، لأنها هي حرف العين، هو الحرف الأوسط من الكلمة في الصرف، وأول الفعل حذف وآخره حذف، فبقيت عين الكلمة وهي عين، فكان وزنها العين، فوزن عي عي. وأهري قدمه أي قتل. هنا انتهت أسئلة صاحبنا الفقيه، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزيدنا علما، حيث توقف الفقه تأتي السنة زيادة على الفقه بما نحتاج إليه ولا تصل إليه اجتهاداتنا. فاختيار النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بين الأفضل في كل شيء، الأفضل من الإسلام، ثم الأفضل من الإيمان، ثم الأفضل من الهجرة، ثم الأفضل من الجهاد، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أمرين. بعد هذا الفضل، إذا عجزت عن أن يهرى قدمك وأن يقتل جوادك، فلديك عملان هما اللذان يليان ذلك في الفضل. ما هما هذان العملان؟ حج المبرور والعمرة كذلك المبرورة. فلذلك قال: ثم عملان. ثم تعطف اللاحقة بانفصال، معنى هذه دون ذلك في الفضل قطعا. ولذلك لما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم عن، قال: دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله، قال: لا أجده. لا يجد عمل يعدله تماما. لكن الذي يليه في الفضل الحج المبرور، ليس له جزاء إلا الجنة، فلذلك كان يلي الجهاد في الفضل هنا. ومحله في غير ركن الإسلام، فركن الإسلام أركان الإسلام مقدمة على ما سواها.
والحج الذي هو ركن الإسلام واجب مرة واحدة في العمر. أما ما سوى ذلك فيكون الجهاد أفضل منه. والآن من لديه مال يستطيع أن يحج به ويستطيع أن يعطيه المجاهدين في غزة، أيهما أفضل؟ لا خلاف في أن دفعه للمجاهدين أفضل، أن الجهاد بالمال أفضل من الحج، لا خلاف في ذلك. لكن أن يتصدق به على فقراء المسلمين في غزة مثلا فيخرجه في الإغاثة، أو فقراء المسلمين في إدلب أو في المخيمات في أي مكان في السودان، أيهما أفضل؟ محل خلاف. فمن العلماء من يرى أفضلية الصدقة، ومنهم من يرى أفضلية الحج، وهذا مذهب أهل المدينة مذهب مالك أن الحج والعمرة نفلهما أفضل من الصدقة. ولذلك قال: ثم عملان هما أفضل الأعمال إلا من عمل بمثلهما. إلا من عمل بمثلهما معناه تكون بهما بأعلى الدرجات، فلا يستطيع مجاراتك في ذلك إلا من عمل بهما، لا يعدلك في الفضل إلا من عمل بهما. حجة مبرورة أو عمرة، وأو هنا بمعنى الواو، أو لا يقصد بها هنا التخيير ولا التشكيك، بل المقصود بها حجة وعمرة. فالحجة المبرورة معناه التي هي بر، والحج المبرور له ثلاث علامات. العلامة الأولى أن يكون الزاد والراحلة من حلال، فإذا كان الزاد والراحلة من غير حلال لم يكن الحج مبرورا حينئذ. ولذلك قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: إذا حججت بمال أصله سحة فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مبرور. قد أخرج الطبراني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا كان زاده من حلال وراحلته من حلال فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك، حجك مبرور وسعيك مشكور وذنبك مغفور. وإن كان زاده من حرام وراحلته من حرام فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك، حجك غير مبرور وسعيك غير مشكور وذنبك غير مغفور. والعلامة الثانية أن يوفق الإنسان للحج على نحو ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: خذوا عني مناسككم. فمن وفق لأن يحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقع في محظور من محظورات الإحرام، ولم يترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة، فهذا دليل على أن الحج مبرور، لأنه وفق فيه الإنسان لهذا الخير. والعلامة الثالثة هي تغير حال الإنسان بعد الحج. إذا جاء من الحج وكان يشق عليه قيام الليل فوجدناه سهل عليه قيام الليل، كان يشق عليه صيام النفل فوجدناه يسهل عليه الصيام، كان سيء الخلق مع أهله وزوجته وأولاده وجيرانه فحسن خلقه، كان من الصعب عليه أن يقضي دينه أو أن يؤدي التزاماته فسهل ذلك عليه، هذا دليل على أن الحج مبرور، لأنه غير أخلاقه وغير حاله. فإذا هذه هي علامات الحج المبرور. قال: ثم حجة مبرورة أو عمرة. والعمرة إذا كانت في رمضان مثلا فإنها تعدل حجة، أو قال حجة معي، هذا في الصحيحين، أو قال حجة معي، هذا أمر عظيم، لأن الحجة إذا كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليست مثل حجة مع حجة غير في غير العهد النبوي في غير محضر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعمرة إذن فضلها عظيم، ولذلك عطفها الله على الحج بقوله: وأتم الحج والعمرة لله. قد أجمع العلماء على أن الحج واجب مرة في العمر، واختلفوا في العمرة، فقيل هي أيضا واجبة مرة في العمر، وقيل بل سنة غير واجبة. وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة ثلاث مرات في شهر ذي القعدة، وحج حجة واحدة بعد الهجرة وهي حجة الوداع، وقد قيل كان محرما بحجة وعمرة، فتكون هذه العمرة الرابعة وتكون في غير ذي القعدة لأنها كانت في شهر ذي الحجة، إلا أنه أحرم
من ذي الحليفة، وكان ذلك في آخر يوم من شهر ذي القعدة أو في أواخر شهر ذي القعدة. لكن عمرة الحديبية كانت في ذي القعدة من العام السادس من الهجرة، وعمرة القضاء كانت في ذي القعدة من العام السابع، وعمرة الجعرانة كانت في ذي القعدة من العام الثامن. فإذا كان له ثلاث عمر متوالية في ثلاث سنوات وكلها في شهر ذي القعدة. إذا نقف عند هذا الحد، وأسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. تفضل.